Alpha. مرحبا، أنا زينب الخياط وذين فيلم ميكر. الكونسبت تبع تصوير اليوم بيكون عن تجسيد الحضارة العربية العمرانية أثناء تصوير لوك الزفاف، ومتحمسة كثير أني أستخدم كاميرا سوني الجديدة بتقنياتها الحديثة اللي هي A7R5. بداية صورت على 4K 50 فريم واستخدمت الأسلوك 3. مرة ثانية واو، هنا الكاميرا تبعت الشخص من وراء بدون ما تشوف عينه. 3, 2, 1. التصميم الجديد للشاشة في 4 محاور ساعدني كثير أني أشوف الشاشة بزوايا مختلفة أثناء التصوير بدون ما أعيد وزن جهاز منع الاهتزاز. Go. وجود الذكاء الاصطناعي مع قدرة الكاميرا على تتبع العين مكنتني من أخذ هذه اللقطات بدون ضياع الفوكس. وصيت تتبع الفوكس في هذه الكاميرا جدا مريح. الحين بصور على الـ 8K أكثر من سين على الـ 8K وبعدين بنشوف كيف النتيجة تكون. 3, 2, 1, ready. يلا بعد قربوا تمام، perfect. كنتيجة قدرت أعمل تقريب للمشهد مع المحافظة على دقة الـ 4K. واو، I love it. دخلت ورا العمود وطلعت وستل التراكينج قاعد يمشي معاي. Perfect.